عداد عمره. بيتر ميمي عمل ايه؟ عمل حاجه مسلسل الحشاشين، وكان عايز يقول ان مسلسل الحشاشين ده بيتكلم عن فتره حكم الاخوان المسلمين، وان الاخوان المسلمين عندهم الغدر وكده. بس جه في لقطة في النص لما تسمعها تستغرب جدا. المفروض اللقطة دي بيتر ميمي الشركة المتحدة اللي معتمدة عليه في انها تقول افكاره تحاسبه او المخابرات تحاسبه. بيقول بقى جايب لقطة مهمة جدا في الشدة المستنصرية لبدر الجمال. على فكرة بدر الجمال دوت كان وزير الدولة، واصلا اصله ارماني، وكان مستعين به المستنصر بالله اللي حصلت أثناءه الشدة المستنصرية. بدر الجمال عمل ايه؟ راح هد الباب الكبير بتاع القلعة علشان خاطر يبيعه، علشان خاطر يفك أزمة الناس. يا ترى يا بيتر الكلام ده يتوجه لمين؟ ان احنا دلوقتي في أزمة شديدة جدا ومحتاجين اي فلوس ان احنا ترجع، لان في أزمة، وفي نفس الوقت بنعمل مونوريل، بنعمل متروهات، المتر مفيد للناس، بنعمل كباري، بنعمل قصور، وتقلنا تحدي ان احنا هنعمل قصور غصب عنكم، لان القصور دي مش ليا، القصور دي عشان مصر، ولكن الناس الشعب المصري نفسه فين اللي بيعاني دلوقتي؟ اسمع المنظر، اسمع المشهد، واحكم على اقول لك عليه. اسمع، باب قصر الخلافة الكبير متجلد بالذهب، سيحوا الذهب وبيعوه واشتروا بثمنه غلال للناس. مولاي الوزير، باب القصر هيبة قصر الخلافة. مفيش هيبة القصر والشعب جعان. نفذ الأمر. أرجو أن تكون فكرتي وصلت وفهمت أنا أقصد إيه.